قالت القوات المسلحة الإماراتية في بيان إن قواتها العاملة في عدن باليمن عادت إلى أرض الوطن بعد تحرير عدن وتأمينها وتسليمها للقوات السعودية. وأضاف البيان أن عملية تسليم مدينة عدن للقوات السعودية واليمنية تمت بمسؤولية ووفق استراتيجية ممنهجة. وعلم التلفزيون العربي أن الانسحاب الإماراتي تم يوم الأربعاء الماضي ومن جميع الأراضي اليمنية. حان ميقات الرحيل وأزف أوانه، وقد ضربت له منذ أن بدأ أن الحرب في اليمن خاسرة مجهولة الخواتيم مواعيد كثيرة. وطئت أبو ظبي أرض اليمن شريكة في تحالف توارت حماية الشرعية عن قائمة أهدافه، واستبدلت برغبات الهيمنة والنفوذ، ثم انسلت خفية إلى أراضي قصية في الجنوب وفيرة الخيرات مطلة على الموانئ محل الطمع، هناك حيث لا حوثيون يقاتلون ولا خطر داهم يدفع. ضاق الناس بسطوة تلك القوات وتحدثوا عن سجون يعذب فيها كل مخالف معارض، وعن أراضي الخصب تقتطع خالصة لهم في سقطرى وغيرها. ما دبر وأضمر لسنوات سريعا ما ظهر وتكشف حين عقد عزم الرحيل، وبدأ أن الخليج يمور بالتوتر ومقبل على أحداث جسام. فتساءلت أبو ظبي عن البديل، ولم تجد إلا ميليشيات وأحزمة صنعتها لنفسها تمدها بالعتاد وتوقظ في النفوس أهواء الانفصال القديمة. صارت خصما وخصيما للشرعية في الجنوب، وانتزعت سلطتها على عاصمتها المؤقتة عدن، وتغلبت مغلبة أطماعها على ما أضحى تحالفا هشا، ثم اندفعت دون قيد لا تواري عونها للمنقلبين قبل أن تفرضهم طرفا في حوار يدار في جدة ويصنع منهم شركاء السلطة والمصير. غادر الحليف دون أن يلتفت خلفه، فيرى من دخل حرب اليمن بسقوف عالية يبحث عن الخلاص. قيل إنه يتفاوض سرا مع الحوثيين بعد أن بدا مثقلا بالهزائم ونفطه المهدور لم ينتصر له أحد. ثم ظهر الحوثيون يعرضون الهدن، والمملكة شاكية تطلب العون ولا تجد. قيل إنها وافقت على أنصاف هدن رفضها الحوثيون وطفقوا يذكرونها وهم يفاوضون بخسائر معارك الحدود الموجعة. لأبطال الجيش واللجان الشعبية ثم خرجت طهران تكاشف السائلين عن صلاتها بأبو ظبي، وتقول إن الروابط مدت والمجالس عقدت، ليقفز السؤال الحائر عما ظل يربط الرياض وأبو ظبي وتحالفهما تملأه الشروخ القاصمة، وظن يستقر أن طريقهما قد افترقت بعد أن أورد الحليف صاحبه المهالك. وللمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف أنيس منصور المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية في الرياض. سيد منصور، يعني حسب ما علم العربي إذن الإمارات أتمت هذا الانسحاب قبل أيام، لماذا تأخر يعني هذا الإعلان الرسمي حسب تقديرك؟ طبعا أول شيء أنا أقول أن لا صحة بل غير صحيح. انسحاب الإمارات من اليمن ليس صحيحا، الواقع يؤكد ذلك، وليس الإعلام وليس البيانات وليس الخطابات. الإمارات ما زالت متواجدة على الأرض، ما زال لديها أجندة ولديها أطماع ولديها نفوذ ولديها ميليشيات، وشكلت حقول من الألغام السياسية المتواجدة على الأرض، وما زالت حاليا تثير الفوضى، والآن تخطط لانقلاب جديد في سقطرى على السلطة المحلية الشرعية، تريد سلطة شرعية موالية لها، لأن السلطة الشرعية رفضت إدخال الأجانب إلا بفيزا، أعادت طائرة إماراتية ومنعت من إدخال سفينة محملة بالسلاح، وعززت من تواجدها العسكري والأمني في مواجهة مشاريع الإمارات في سقطرى، وهذا يؤكد ويدحض أكاذيب وإدعاءات موضوع انسحاب الإمارات. ما يحصل ما بين الإمارات والسعودية هو تنسيق وتبادل أدوار وإعادة تموضع، لكن الهدف ما زال مرسوما، الخطر ما زال قويا،
التحركات ما زالت موجودة. الإمارات جاءت من أجل إضعاف اليمن اقتصاديا وسياسيا حتى تقوي اقتصادها في ميناء جبل علي. طيب سيد منصور، أنت تميز يعني بين الوجود الفعلي لناحية نشر القوات أو سحبها من عدن أو حتى من كامل الأراضي اليمنية، وبين أن يكون هناك نفوذ إماراتي عبر وكلاء داخليين، لكن ما تنفيه، هل تنفي الوجود الفعلي؟ الإمارات يعني الحاصل بموضوع الانسحاب هو انسحابا يسمى بالانسحاب الشكلي، بمعنى أنها خرجت من بعض المواقع واستبدلت بمواقع سعودية، لكن المواقع الأساسية والهامة ما زالت متواجدة فيها. ما زال الآن قائد التحالف حتى الآن المتواجد في عدن ما زال موجود في مقر التحالف وفي محافظة عدن. الانسحاب من الإمارات لا يحتاج إلى بيانات ولا إعلام، إنما يحتاج إلى قرارا سياسيا دوليا ومحليا وعربيا ويمنيا. هذه القرارات تدعم بعضها، بعد ذلك ممكن أن يتم التعامل مع الإمارات كدولة احتلال، وثم أيضا يتم مقاومتها شعبيا وسياسيا. أما الآن فلا صحة لموضوع الانسحابات، هي فقط مغالطة للخروج من المسؤولية القانونية على جرائمها التي ارتكبتها والتي تخطط لارتكابها. طيب ابقى معي سيد أنيس منصور المستشار الإعلامي لسفارة اليمنية في الرياض. معنا الآن هاتفيا من تعز مراسلنا أحمد البكاري. أحمد، أنتم على الأرض، هل تؤكدون فعلا انسحاب القوات الإماراتية؟ طبعا على مدى الأيام السابقة كانت هناك معلومات تتحدث عن انسحاب القوات الإماراتية من بعض الوزارات أو الأماكن السيادية في مدينة عدن العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية، وكذلك من المقر الرئيسي لقوات التحالف السعودي الإماراتي في حي البريقة، لكن لا تزال ليس هناك أي تأكيد من قبل الحكومة الشرعية تجاه هذا الانسحاب، بالتأكيد أو النفي خاصة من مدينة عدن. لكن لا تزال هناك قواعد عسكرية في مدينة المخا التابعة لمحافظة تعز وهي منطقة ساحلية، وكذلك أيضا في منطقة في محافظة حضرموت شرق اليمن لا تزال هناك قاعدة عسكرية تابعة للقوات الإماراتية في حضرموت الساحل. إعلان دولة الإمارات أنها انسحبت جاء فقط كان من مدينة عدن، ولم يكن الإعلان أنه تم الانسحاب من اليمن بشكل كامل، وبالتالي أيضا كثير يعتبرون أن حتى وإن كان صحيحا انسحاب القوات الإماراتية من مدينة عدن فإنها قد ضمنت مقدما أجندتها بالتعامل مع الجماعات والقوات التي دعمتها ماليا وبالسلاح وهي قوات المجلس الانتقالي، وبالتالي ضمنت وجودها في العاصمة المؤقتة التي ستتكلمها الحكومة المنبثقة عن اتفاق الرياض من خلال قوات المجلس الانتقالي. أيضا هناك التصعيد في جزيرة سقطرى، كثيرون يعتبرونه أنه قد ينعكس على اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي، وقد يكون هو بداية فصول الأزمة الاتفاق نفسه، حيث يعتبرونه كثيرون أنه سيؤسس لصراع قادم ولم يحسم الأزمة أو الصراع في جنوب اليمن بين الحكومة اليمنية والإمارات لما لها من أجندة ومطامع في المناطق الساحلية اليمنية. شكرا جزيلا أحمد البكاري في تعز. أعود إليك سيد أنيس منصور المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية في الرياض. إذا كانت الإمارات تتعمد هذا الإعلان بهذا الشكل الصوري كما أنت أشرت، لماذا برأيك إذا تعلنه الآن؟ هل تربط ذلك باتفاق الرياض أم تربطه بما يحكى عن ضغوط أمريكية أو محادثات يعني مباشرة أو غير مباشرة تجري بين السعودية وبين الحوثيين في هذه الفترة برعاية أو بضغط أمريكي؟ طبعا يمكن الإجابة على سؤالك ولو في مساحة من الوقت على ثلاثة محاور. المحور الأول
الإمارات ضمنت أجندتها وضمنت أطماعها وميليشياتها ووكلاءها على الأرض، هذا أولا. ثانيا، الإمارات افتضحت دوليا في القرار الدولي في الأمم المتحدة في مجلس الأمن في المنظمات في المؤسسات، شوهت اقتصاديا وسياسيا على مستوى دولي بسبب جرائمها داخل اليمن. هي تريد أن تخرج مخرج قانوني من هذه الانتهاكات ومن هذا التشوه ومن هذا الذي حاصل بأي طريقة. النقطة الثالثة، ربما أنت أجبتي سألتي وأجبتي، وهي أنه هي تريد أن تمرر اتفاق الرياض أو مؤامرة اتفاق الرياض من أجل الحصول على مكاسب سياسية. هذه المكاسب السياسية من خلال تواجد وكلاء لها داخل الحكومة الشرعية، هؤلاء سيكونوا عبارة عن منفذين ونافذين للإمارات داخل السلطة وبطريقة شرعية حتى لا تتحدث، أو أنهم يريدوا أن يخلقوا شرعية جديدة فوق الشرعية السابقة ويلغوا الشرعية السابقة. هذا هو مخطط الإمارات، أو هي النقاط الثلاثة التي تندرج أو تنطلق عليها الإمارات. لكن لا يمكن أن نصدق أو موضوع انسحابها أو جنيدتها، ما زالت الإمارات وضحت هذه النقطة. شكرا جزيلا لك أنيس منصور، المستشار الإعلامي لسفارة اليمنية في الرياض، كنت معنا عبر الهاتف. أمهل محافظ أرخبيل قطرة رمزي محروس أفراد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في اليمن، أمهلهم ساعات لإنهاء اعتصامهم في جوار مبنى المحافظة. وأوعز محروس إلى قوات الجيش برفع الخيام وفتح الطرقات وإنهاء المظاهر المسلحة، مشيرا إلى أن الاعتصام جاء بعد لقاءات لقيادات المجلس الانتقالي بممثلين عن مؤسسة خليفة الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي. مع اقتراب موعد الإعلان الرسمي عن توصل الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، تصعيد جديد للانتقالي تشهده جزيرة سقطرى ضد الحكومة، هجوم على مقر المحافظة بالجزيرة ونصب للخيام وقطع للطرقات من قبل مسلحين مدعومين إماراتيا يطالبون برحيل محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس. كل ذلك جاء ردا على فرض المحافظ تأشيرات دخول للجزيرة على السياح الأجانب ومنع عدد منهم مؤخرا. بعض الممنوعين قدموا عبر طيران الإمارات وسط اتهامات من قبل مسؤولين حكوميين للمندوب الإماراتي في الجزيرة بالوقوف وراء ما يحدث. تطور ربما قد انعكس على اتفاق الرياض المزمع توقيعه بشكل نهائي يوم غد، خاصة مع تأكيده على عدم التصعيد بين الجانبين. بالإمكان أن يفشل الاتفاق، خاصة إذا استخدمت الحكومة بند التصعيد الإماراتي، لأن من بنود المسودة إيقاف التصعيد بكافة أشكاله في عدن أو في سقطرى أو في أي منطقة جنوبية والمناطق التي تسيطر عليها الإمارات بشكل عام. في العاصمة المؤقتة عدن تتوافد قوات سعودية برا وبحرا ويوما تلو آخر، مئات الجنود وعشرات من المدرعات والآليات العسكرية بدأت الانتشار في مقر الحكومة بقصر المعاشيق ومقر دول التحالف السعودي الإماراتي في حي البريقة والميناء ومطار عدن الدولي، خطوة سعودية تمهد لعودة الحكومة المنبثقة من اتفاق الرياض عقب التوصل إليه بشكل نهائي والإعلان عنه رسميا في العاصمة السعودية الرياض. أحمد البكاري، العربي، تعز. أبلغ نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان محمد حمدان دقل الاجتماع الثلاثي للمجلس السيادي ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير بسحب 10,000 من القوات السودانية الموجودة في اليمن. وقال حميتي إن الجنود انتهت مدة خدمتهم في اليمن وعادوا إلى البلاد، مؤكدا أنه لن يرسل قوات بديلة عنهم. ومعنا من الخرطوم مراسلنا شيبة الحمد. شيبة، هل هذا الإعلان مرتبط بالتغيير الحاصل في السودان ومرحلة أخرى بعد البشير، أم مرتبط بما يجري فعليا في اليمن وربطا بما سمعناه عن انسحاب ربما يقول بعض شكليا أو صوريا للقوات الإماراتية من عدن؟
أهلا بك. عفوا أنا تيجاني. حقيقة الأمر أن البيان أو التصريح الذي نسب إلى الفريق حميتي لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي أو حتى عبر وسائل الإعلام، ولكن مصادر خاصة للعربي أكدت أن الاجتماع الثلاثي الذي ضم المجلس السيادي وضم قوى الحرية والتغيير ورئاسة الوزراء قد قال فيه الفريق حميتي أن 10,000 من المقاتلين من الدعم السريع في اليمن سيعودون إلى البلاد ولن يتم استبدالهم بآخرين. محللين شعروا إلى أن هذه النقطة الهامة تعني أن هذا هو بداية انسحاب مرحلي للقوات السودانية في اليمن. سبق لحميتي أن قال أن القوات السودانية الموجودة في اليمن هي أكبر القوات المشاركة في التحالف ويبلغ قوامها نحو 30,000 مقاتل، وهذا ما نفى ما نصب إلى صحيفة الواشنطن بوست في عددها في شهر مايو الماضي بأن القوات السودانية المقاتلة تبلغ 14,000، هي 30,000 كما قال حميتي ومعظمهم من قوات الدعم السريع. سبق لحميتي أن قال بأن الدعم الذي تلقاه السودان من السعودية والإمارات والبالغ 3 مليار دولار قد وضع في البنك المركزي ولم توضع إملاءات أو شروط بالنسبة للسودان من دول التحالف في مشاركة السودان في الحرب في اليمن. لكن الضغوطات الشعبية خلال الفترات الماضية كلها وحتى شعارات الثورة السودانية المنادية بسحب القوات السودانية من اليمن ربما قد أتت بفعلها، وربما أيضا أن هذا الأمر الانسحاب التكتيكي أو المرحلة للقوات السودانية من اليمن مرتبط بتحالفات إقليمية أو في الأوضاع على الساحة الإقليمية المحيطة والتبدل في موضوع معالجة الملف اليمني، ربما الأحداث في لبنان وفي تركيا، وربما التقارب الأكبر الذي يحدث بين حميتي والإمارات العربية المتحدة كان له دوره، خاصة وأن في شهر مايو المنصرم كانت القوات الإماراتية قد انسحبت من الحديدة، أيضا القوات السودانية معها كانت قد انسحبت وحلت بدلا منها قوات سعودية. ربما يأتي هذا الانسحاب في إطار خطة شاملة للانسحاب متكامل من اليمن رغم عدم صدور بيان لذلك، إلا أن مصادرنا قد أكدت هذا الأمر. شكرا جزيلا لك تيجاني خضر طبعا من الخرطوم.